السلام عليكم، هذا سي محمد وهذا حامد وهذا عبد الخالق وهذا احمد. احمد نزل دابا تنحتاجوك وطلع. المهم هاد ثلاثه شراوها جوج خرفان لكن ما باعوهمش، اذا باش يقسموهم ما يمكنش. كاينين جوج خرفان وثلاثه الناس، في نظركم اشنو الحل؟ تابعوا معايا الفيديو شنو غادي يديروا. كيفاش هذوك دير هاد الوريقات بحال ما خويا؟ حنا دابا مشروكين فيهم هاد الخرفان، هاد 57 بلاتي هاد الخرفان باش نفهمو مزيان. دابا هاد الخرفان شنو سير شرحش لينا؟ دابا مشروكين فيهم بنعاودو ثلاثه. شحال نتوما من واحد؟ ثلاثه. دابا كتعودوا على شكون غادي يديهم؟ درتو لهم شي حاجه ديال الربح ولا درتو لهم؟ دابا ندير لهم فلوس. فلوس درتو فلوسهم. شكون اقول لي غيديهم فلوسهم؟ الله اعلم. شكون اقول لي غادي يجي فيه العود؟ سير غادي نديروا معكم العود اسيدي ونحضروا لكم هاد العمليه. سير شنو الارقام شنو درتي هنا؟ واحد جوج ثلاثه. واحد جوج ثلاثه. اخترت الرقم ديالك، اش بغيتي من الرقم انت؟ يلا سير على غير واحد. يلا سير. ها اختاريت الرقم واحد، حتى شنو اختاريتي؟ الرقم جوج، شنو اختاريتي انت؟ ثلاثة. ثلاثة. سير حال، ضرب لهم العود. قال غيرت العود. ها؟ لا واحد، خاصكم انتوما ما تهزوش العود، خاص شي واحد من غيركم. السي أحمد هز لهم العود. هز عود واحد وحطوا على ذوك الخرفان أسيدي. يلا. عود رقم واحد. أحبس بلاتي، السي أحمد بغى يتكيف قبل ما يوضع الرقم المجهول على الخرفان. وقبل ما يتكيف السي أحمد في نظركم هاد الخرفان في النصيب من غادي يجيو؟ رقم واحد السي محمد، رقم جوج عبد الخالق، رقم ثلاثة السي حامد. خلي التوقع ديالك في التعليق قبل ما تكمل الفيديو. يلا نبداو. واحد رقم واحد هزو. انا بغيتو تسخنو. ها مون هاد الخرفان، هذا قول لي غيدير الخرفان. هاد الرقم هذا اللي هاد السيد غادي يدير الخرفان. انا قول لي غيديو من رقم. ها الرقم زيد زيد نهار واحد هذا جوج. جوج سي عبد الخالق صح هاد الخرفان حيد سير ديو مسير. الله يسر لك. واش كنشريوه؟ تبارك الله سيدي. الله يسر لك. المهم الى عجبكم الفيديو كل اسبوع نوليو ناخذوا لقطه من السوق ونديروا عليها بحال هذا الفيديو، وغادي نحاول نديروا مواضيع اللي تكون مهمه. هذه فقط كانت غير تجربه. ما تنساش الى عجبك الفيديو ضغط على زر اعجبني واشترك في القناه وفعل الجرس باش ديما يبقى يوصلك اي جديد. السلام عليكم.